ولنقاش ملف فشل العملية السياسية في العراق في ظل صراع الأحزاب قبيل الانتخابات، ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من لندن الأكاديمي والأستاذ في العلاقات الدولية الدكتور نعمة الراوي. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا بكم. دكتور، أكد معهد أبحاث أمريكي أن المجتمع الدولي يواجه الفساد في العراق سياسيا وليس قضائيا باعتباره جريمة. إلى أي مدى ساهم المجتمع الدولي بدعمه للعملية السياسية في تكريس الفساد وتعزيز فشل مؤسسات الدولة بالعراق؟ حقيقة الفساد جاء مع العملية السياسية المشؤومة عام 2003، لأن كل اللي جاء بهم كلهم من الفاسد بعيدة كل البعد عن ألو. نعم نسمعك دكتور، تفضل. أي، فكلهم كانوا حفاة عراة، كلهم ناس، قسم منهم يبيعون ملابس، قسم منهم قصابين، قسم منهم يبيعون خضر. مع احترامي لكل هذه المهن، أنا ليس أعير المهن، وإنما أعير هؤلاء الذين كانوا في المنافي وجاء بهم الاحتلال الأمريكي والبريطاني ليسيدهم على العراق، وهم من الطبقة الثالة الذين لا علم لهم ولا دراية لهم بالحكم سوى جمع المال والرشوة والفساد والمحسوبية، وجعلوا أنفسهم أنهم هم حماة الطبقة السياسية وهم حماة الشيعة أو حماة السنة أو حماة الأكراد، وهم بعيدين كل البعد عن هؤلاء جملة وتفصيلة، لأنهم ليس منهم، بدليل أنهم تركوا العراق، بل هربوا من العراق. قسم منهم هرب من الخدمة، قسم هرب من الحس الوطني وذهب ليقاتل العراق في إيران في مناطق أخرى، وبعدها جاء به الاحتلال. وهذه عار حتى على الاحتلال عندما يأتي بهؤلاء الشرذمة ليجعلهم حكام العراق وينصبون أنفسهم بأنهم ممثلين للشيعة والشيعة براء منهم، وممثلين للسنة والسنة براء منهم، وللأكراد والأكراد براء منهم. ثالث ليس لهم إلا مزبلة التاريخ. تحدث المعهد أيضا عن مافيات الفساد في البرلمان العراقي. انطلاقا من هذه النقطة التي أشار إليها المعهد الأبحاث الأمريكي في تقريره، ما مدى إمكانية إجراء انتخابات نزيهة في العراق في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية الحالية؟ أختي الكريمة، لن نعول على أي انتخابات نزيهة ما دامت هؤلاء الوجوه موجودة وجاءت من عام 2003 إلى حد الآن. هل تغير بهم جنس من منطقة إلى منطقة أخرى؟ هم نفسهم، نفس العمايم، نفس الأربطة، نفس الأشخاص، يتحركون من الشمال يروح لليمين، من اليمين للشمال، وهكذا مثل ما يقول يقبضون على مصير العراق الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وليس هنالك لهم من مكانة في معرفة إدارة الدولة. الدولة تريد معرفة، تريد نهج، تريد فلسفة لإدارة الدولة. الدولة ليس لمن هب ودب. هؤلاء حكام سلطة وليس حكام دولة، فالفرق شاسع بين هؤلاء. عندما كان النظام السابق سواء من العهد الملكي للجمهوري كانوا رجال دولة وليس رجال سلطة، لكن من 2003 إلى حد الآن هم رجال سلطة، رجال جشع، رجال مال، رجال إغراء، رجال رشوة، رجال فساد، رجال مافيات،
رجال حشيشة، رجال 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 رجال، كل الموبقات مع الأسف الشديد هي تلتصق بهم ويلتصقون بها. صحيفة إنديبندنت البريطانية كشفت بأن الكتل السياسية الحالية تستعير نفس الشعارات للانتخابات السابقة، كيف يفسر هذا الفراغ واستهلاك نفس الشعارات في دورات انتخابية متتالية؟ لا أدري إن كنت سمعت السؤال دكتور. لا والله ما سمعت. كنت أسألك عن تقرير لصحيفة إنديبندنت البريطانية كشفت فيه بأن الكتل السياسية تستعير نفس الشعارات في الانتخابات الحالية، وهي نفس الشعارات في الانتخابات الماضية، كيف يمكن قراءة ذلك؟ حقيقة أختي الكريمة، أنا الآن تحدثت قبل قليل، هذه الوجوه من 2003 إلى حد الآن هي تتكرر نفس الوجوه، فكيف راح يتغير؟ يعني ما حدث ب 2019 إلى حد الآن من انتفاضة كريمة، انتفاضة عارمة، انتفاضة مؤثرة، بس مع الأسف الشديد هؤلاء حوت، لهم من الإمكانيات ما يردعون أي مظاهرة سواء كانت في الجنوب أو في الغرب أو في الشمال. هؤلاء لا يمكن أن يغيروا جلودهم، هؤلاء يعني أصبحوا مدمنين على الفساد، مدمنين على البقاء في السلطة، فيبدي يرشي يعني 170 دولار حسب ما تقول، 170 تقريبا أي واحد يزور ما يعادل 170 دولار. فبالله عليك يعني الصدر أو الحكيم أو هذا العامري أو المالكي يعدهم مليارات بعد، مو ملايين، هذول مو يرشون كل المجتمع العراقي في سبيل للتصويت له، فكيف أنه إحنا راح نتوقع تغيير في المناخ السياسي وفي النهج السياسي وفي الوجوه التي تأتي للبرلمان اللي عددها 329 برلماني، وهم كلهم ما أقدر أقول كلهم لكن الأكثرية هم لصوص، وهم جاءوا بالرشوة وبالتزوير وسيأتون كذلك. شكرا جزيلا لكم الأكاديمي والأستاذ في العلاقات الدولية دكتور نعمة الراوي، حدثتنا عبر خدمة سكايب من لندن.